قابل على انه يقول لي من يفر مول الحمار اعطيني نص اللي اعطيه، ده عندك نطيه له ويمرقني يا خير اني نطيه سنتري واقف هم، والله صاحب المفوضيه واقف هم، هذا ما نعرفه ورانا نسوم حكمه في هذا اللي منا ما قال نمشي جيب لائحه وجيبوا على 20 رقاش 10,000 ما نعطيكم حيوان. ايوه سمعوه انظروا يا سمعوا العالم غر موريتاني غر كل خارج يكفى للعينة، هاي العينة ما قلت ما نبيها ولا انظر في السلمين يا اخواني الحرام ملعن الحرام ملعن دولتنا دولة اسلامية من اللي ما عنده شاي لا تقدم اي حاجة يا تمد وصدقت علينا شيء جينا لنا نبغوا وتقمن دولنا فعلا من شعبنا ما بيعرف ان هذه مقاصينا ما يرضى حدكم عندهم عايشون وقول زرقوا الحياة يبون 20 رجال عندك تعريف عندك تبطاف تعريف هاك حيوانك لا يوقف لك مول الحمار ماني راه دورك ما هو بالفين والله هاك اعطيتك غير مول الحمار نساني هم قصينا لا يقولون اني نحن قاعدين فما عاد الشيء حطون نحن وتروح عنكم يا حق هذا هو اللي دور الدور السمعي ذا وتكلموا جون تجونين الصبح يوم السبت لما جيتوه الناس لا يدخل عنده لا قايل لكم انا ولا تصرفوا هذا يوصل يا اخواني وصلوا لنا النبذة ولا يعود الصبح السابعة ما جيتوه وراني لا يجيون وبين شوي من كندي كنتو وفاصلات يجي من شارع شارع مختار هذا ما عندي 5 ولا 10 ندور من هذا باب مع شاية بيبات من مارو عندكم انتم ما ينقال لي من ما تعطي 500 ولا اعطيتها يا اعمى فعلا ينقال لك قدامك 60 هذا بس اني ماني عاطي جات المواطنين يفزري وحدين انهم انا مكاري قالوا وحدين لا انتم متوخرين امي هذه كلمه هو تنقال ما يسال اذا انتم متوخرين في اللائحه مستيروكم يجي واحد يقول له انتم متوخرين اعطيني انا طريشه بنقدمها قدام الذي قدام هذا هرم سجن هذا ظلم اقول له على اللائحه مسروقه ما كنت جنسيه يا حرم الشريعه الشريعه ما تدري تجي تصير امراه حرم الله الا حرم اكتب لي شوي من الساق تكتب لي مع راجل انا قبو ان قال لي لن تعطي عنه 500 الاسبوع ما تراه ما يتواصل ظلم التعاصي الله يسلم عليكم ونقول لكم قتلتوني وكتبت لي المراه اللي توس معايا رايها ما هي معايا ضرق انا اعرف بلدها وبني معروف عند 70 ونشتغل قدام طب الرضوان يجيني حد ويقبل رقمي ويعيط لي ويمشي بيا ونجيبوا له الحاله المعدله هذه المراه الا ما عندها الا انا كنت انا وابوها وهم جبرت المشترك لا يرتاح فيها ويعدل هذا الشيء خاسر للي يمشينا التعازر الله يعدل التعازر قال انه كتب واعطى الفضه الفضه تنعطى لحد يفصل في الفضه والخمسه نعطى ونيف وتنعطى لحد شيء ما ينقعد قدام ورقه ينقال له المعطي لك فر عليك تعطي عنه ما قطعت 5 عند التعاصر تا لو انش برضو كيلوات مال اللي جيت انا قبلهم قال لي انا ما تعطي عنهم خلاص لا تقبل لكن سوء والمواطنين اللي تكلموا فيه ما انا مواطن انا قلت حق ما معاونين الدوله في النظام هذه ما قصينا ما يقول حتى في امه عندها سناطة سناطة ما يعنيكم كل حدود طموح حدود لا تجيبوا لا حاجة ما قصينا عن تمدى المسؤول عنكم انتم يا تعاثر وجاي من مواضيع عنده تاخط مكتوب فيها اني انا فلان والفلان رقم الفلاني عندي سقيبه وعندي وكذا هاك سقيبتك مبار واسمك هذا بضرب النتار ما انت معلول ينعل الله شي قال له الزرق لقيت حد يسرق في كل بلاده وهذا ما يقدر ينعل الموش بالصين قال انه ما اعطي مجانا ويعود انا ما عندي حشايا يا اخواني بعد المشاكل الخاصة يوزين قال لي ما يرضى لك حيوانك ما اعطيتك بعدة بال وتعود المواطن فيهم واحدين راموا علينا احنا لا ماكلنا ما عندنا عندنا بعد دولة ومسلمين ويا الباب قلنا لكم على انه اللي ما يرتد عنه واللي دور عنده حق ما يدري عنده راجل رجالتنا على بنانهم ما يفسخوا لباسهم افسخوا سراويلكم ما انتم رجال شوفوا لا 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 يا عمي ما يدخل حد ما حد من فاطرين اطالع حيوان اخوتي واللي عنده حد خاص معروف عنده خاص ولا يعطيه الاسعاف ولا يعطيه انا مال اللي اتكلم لكم نختار حد يقبل رقمي ويجي البلد وشو بلد من ساكن انا وشو انا شنو وشو كان يلقى الحق لا لا لا, لا جيت واتخان يقول لي خارجين تقنع عندهم الملايين ما الا حق من فضلكم نختار التعاصر يجيني ونختار الدوله تعدى الحاله تجي الصبح توجوني وتشوف الفوضى الواقعه ظلم هو سوء تسجيل
ثم دور حيوان في المكتب عنده برهان حيوان تعرف ما نعرف مره قلت لنا الله يعمل ما نفر يقول يعطيني يد ويعمل يقول يعطيني سكيب من مارو نعطي حاب غير ما نفر ثانيا ما يعنيهم لا حق حق من الدرجاش عطش من لبت ويقرب هذا ما هو من الدرجاش من لبت هذا عطش ودولة الشعب ولين عطيته ومشيت في خده وسيرته اللي يلا تسيروا لا بالطريق الصالح اللي يلا تسيروا لا يعني رواية ذاك يا صالحة الناس كاملة سواسية أي إنسان بالطابور هو الأول من يلا يسبك ولا من الله ينقص رقاش ولا من يلا يظلم حد ولا من يلا ينقل حد تفوق ولا يريب تقاعي لعادة للدنيا وما فيها ما يساوي ناس من مار مقسم عليهم وفي قيلة قاعي عود خامر كيف تمكروني كيف تدروي الرسالة للموجهين للدولة والرأي العام بصفة ككل إلى متى إلى متى إلى متى ليتم الشعب الموريتاني وعامل هذه المعاملة لأن هذا شو من الأعليات شوابين شو من شوابين رجالة شو من التلبس خيرين قاعدين هون ما نعرف من انت في واحدين من الثالثة في واحدين من الرابعة في واحدين من الثانية هما بايتين هون يدوروا شو من مار وشو من سكر دروي أولا لا ينقصاوا منه وثانيا لا يعطونا بطريقة سيئة بياسر من الفاو السيئة لأني أنا جيتهم بين ورأي واحد من المسؤولين هون يدعي عليش من الخلق هذا مو يا الله هذا ما هو يا الله ولو عاطي شن برشة ربن يلا حد يحترم الشعب يعرض عنه الشعب فوق كل اعتبار فوق الدولة وفوق كل شيء فهو شو لأن الشعب الموريتاني شعب سالم ومسالم لا من يلا ينقال له شيء خاص ولا من يلا يهان ولا من يلا ينكل به ذم التنكيل لأن هذا ظلم وهذا إقصاء حق مواطني ونحن ذلك متوجهين للسياسة وذا كامل معدل لا من أجل السياسة لماذا ما يعودوا ماذا لهم عدلوا لماذا لماذا ما يعودوا ماذا لهم عدلوا يا أهل الترحيل لا تنساوا ذا من الجوع وذا من العطش وذا من الماء ما هو خالق وذا من الإسعال لاحق السماء والدواء ما هو خالق التعليم ما هو خالق والبنية التحتية ما هي خالقة لا يقروكم هذه اللجوء لا يدخلوا لكم ضرك ولا يعدلوا لكم ولا هم واسور ما معدلكم شيء ما معدلكم شيء ما معدلكم شيء اللي ذاك ذكر القردان جيتوا تحت باطل لا قام عياطي إنسان نعرف عن ما في مصلحة لهذا البلد ما نعطي كردان جيت ولا نعطي صوتي ولا نوقف له لأن هذا الصوت أنت مسؤول عنه بين يدي الله سواء زرقته في حد في مصلحة الشعب سواء زرقته في حد ما في مصلحة المهم عنك مسؤول عنه بين يدي الله وما لا ينفع ماله ولا بمن لا من الله في قلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله قالت من راشد كلاش من حاجة جاك مرات باطل هذا النوع ما يتواسب لهذا التعازم عاطي شنو مارو دبوي شنو الفقراء والمساكين ما يعود واحد اخر والله واحدين اخرين يعودوا يقولوا لانك لا تعطي 500 ولا تعطي 1000 وكيه ياكل في ثمن قدام هذا ما يتواسب وحرام شرعا يا ولدي قال يقول لنا عاود ناس جايين هنا تياها عندنا ثلاث ايام واحدين هما اربع ايام حانوا عند البوتيك انتم اربع ايام راكبين على البوتيك ياكل شنو مارو دبوي هذا مودي ما هو مقرر فيه يعود واحدين اخرين ينقال لهم عنهم شافوا 500 والله 1000 ياكلوا قتلوا في الرنك معان ولا تيا الرنك ما هو شفافي غير بوتيك يطلعوا في هكا تيا عبدو كامل ما هو صالح ولا هو شفافي يدي الناس عرفتوا مسرح التسلسل يمشوا على الرنك فهمت هذا هو اللي يتواصل ياك الناس كامله تجبر او شنو خالق مولانا شي جاي من الترحيب شي جاي من التجونين هون شي جاي من التنويج شي جاي من دبي ما يقول السلطة عليهم قالت من راجل محرور سيكيني قاموا دموه ماشي قال لكم شو واطع قال من جاينا حطار يعطي 500 والله مودي ما يخش هذا ما يتواس 500 500 تاني أنا ما نقدر نقعد نرنق ثلاث أيام وأربع أيام ونعطي رفوق يوم 500 ياكل شهر نشتري الرنق مقابل أني نجبر حقي قال هو حق من حقي قال أربع على قلبه نقعد بعد داخل الرنق بعد كيف الناس كامل نجبر حقي هذا ما روت الدوير اللي عاطيتني الدوله